قررنا دعوة ملاحظين تأدوليين لمتابعة الانتخابات القادمة. هي المرة الأولى التي يفتح فيها باب مراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية أمام مراقبين دوليين، إذ جرت العادة أن يراقب عملية فرز الأصوات خلال الاستحقاقات النيابية السابقة ممثلون عن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في الانتخابات. الجزائر قامت بإبرام اتفاقيات عديدة مع هيئات رسمية ومنظمات غير حكومية من أجل إيفاد مراقبيها للانتخابات المقبلة، وقد قدر عدد هؤلاء المراقبين الدوليين ب500 مراقب، 120 منهم من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الإفريقي و100 من جامعة الدول العربية و10 من الأمم المتحدة و20 من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين كارتر وإن دي أي. وإلى جانب هؤلاء الممثلين الدوليين سيعمل على مراقبة عملية الاقتراع والفرز بمكاتب التصويت على مستوى الجزائر والمناطق الجغرافية الأربع الخاصة بالجالية الجزائرية في المهجر، لجنتان وطنيتان لأول مرة في تاريخ الاستحقاق النيابي، تتشكل الأولى من مجموعة من القضاة يعينهم رئيس الجمهورية، وهي مخولة باتخاذ قرارات نافذة خلال إشرافها على العملية الانتخابية، بينما تتكون اللجنة الثانية من ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة المترشحة. السماح لمراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات الجزائرية جاء نتيجة تعديلات تشريعية طالت النظام الانتخابي في الجزائر بعد إصلاحات سياسية تمخضت عن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فبراير الماضي رفع حال الطوارئ عقب موجة احتجاجات شعبية عصفت بالبلاد. سهام بن زموش، العربية.